حسوي مثل بوراك البراكفاست حيل طيب طيب ومشبع نفس الوقت. بسم الله، هذا أول شيء خميرة. كلها راح أسويها بنفس هاي المعلقة صغيرة حتى تشوفوها، ومعلقة شوفر، بس الملح راح أسويه قليل ملح. أشكركم على اللايكات، يا ربي يخليكم، يا ربي يخلي الجميع اللي ينطونا والما ينطونا نفس الشي ربي يخليهم. واستكانة كوب صغير حليب، نسيت ما قلت لكم الخميرة اني نقعتها بالسمو بياض مع البيض. طحين، كل طحين شكل اكو، هذا راح انا جبت 3 كوافة، شو اشقد راح ياخذ كل واحد من هذا كوب. هستعمل كوبين اشوي، يمكن يكفي ويمكن ما يكفي. وعندي كوب دهن عادي. العجين كلش حلو طلع، يكفي، راح خليه يرتاح ان شاء الله. اشوفكم هو مرتب العجين عندي حيل ارتاح، لين بيا خميرة تعرفون. راح اسويها بهذا الاسمه بهذا الحجم، راح اسوي 6، لازم اسوي 6 إلى 4 لان احتاج 2 ب2. وايش ما تريدون انتم عندكم الحشو يصير، ما الا جبن ما الا لحم، اي شيء الموجود. انا راح احشي لبنة لان اللبنة حي طيبة تصير مع هاي، انتو الموجود الحاضر عندكم. اذا تريدون تخلون بيها نشا، اذا ما تريدون نهايه ما يحتاجاني ما راح استعمله، بس راح اشوف واقول لكم يعني. هو الشيء الموجود للحشو. ان هذا مع القهوة مع الشاي للمدارس لكل شيء حيل طيب، حتى لا يوم يصير لحم ورز ومع فشنة. العجين حلو صاير لي، انا ارتاح كثير.
طبعا هي سهلة أكثر من ما تتخيلون. وأنا الفرن عالقه حتى لا يتأخر. سويته خفيف حتى السموك جوا يبين. طبعا هذا يصير مع زعتر هم حيل طيب. شلون صار خفيف. طبعا هذا اختياري للسمو مال البيض. اذا ما تريدون هذا عندكم حساسية الرجيك اي شيء تقدرون تستعملون شوية ماي شوية كافي. وهذا هم اختياري حبة السودا والسمسم. راح اسوي كلها نفس هاي الطريقة واخليها على الفرن. من اطلع اشوفكم هو هذا السوس خليت عليه جبن حتى شوي شوي نطلع مع الجبن. طبعا حيط طيب يجي خضار يجي طبعا طلع كلش هش.